وحشني حبيبي. أميرة تعود للغناء بعد 14 سنة والشاب جيلاني يدعمها. راجعة من جديد للساحة بإذن الله. منحت كورونا مساحة من التأمل للعديد من الفنانين، فأنتج بعضهم أعمال تدعم متابعيهم في هذه الأزمة الصحية العالمية، وقرر آخرون يلي اعتزلوا الفن لفترة العودة للساحة الموسيقية العربية، أبرزهم أميرة يوسف الفنانة الليبية والتي انشهرت بديو وحشني مع الشاب جيلاني. وهلأ بعد غياب 14 سنة قررت العودة للغناء. كل سنة أنتم طيبين ورمضان كريم. يسعدني أن يعني أول ظهور لي من جديد يكون من خلال إيتيب العربي. نحب نقول لكل الناس اللي تذكرني بعمل وحشني أني راجعة من جديد للساحة بإذن الله بخطوات مدروسة. وكشفت أميرة لإيتيب العربي أنها غنت أغنية جديدة بعنوان غاب عقلها، وهي تتر مسلسل ليبي بعنوان سوق الجريد، سيعرض على قناة 218 تي في، والعمل من ألحان الموسيقار ناصف محمود. أول خطوة درتني سجلت تتر اسمك غاب عقلها لمسلسل بدوي ليبي اسمه سوق الجريد، حيعرض على 218. ولأول مرة رح نسمعكم الأغنية حصريا. ليه فقد حضن المحبة يعيش عمر حسايف يكيد المشي انصبا. وأضافت أميرة في هذا السياق لإيتي بالعربي أنها حتصور فيديو كليب هالأغنية بعد عيد الفطر بالمدينة القديمة لطرابلس عن فكرة ورؤية للإعلامي الليبي محمد حفيظة. وعودة أميرة للساحة الفنية رافقها حضور على السوشيال ميديا، فأطلقت حساب رسمي على إنستغرام بمارس الماضي ونشرت عدد من الفيديوهات لأعمالها السابقة، منها أوبريت مش بالدوا وعشقين ترابك. وكشف حساب إنستغرام أميرة عن لقائها مجدداً مع الشاب جيلاني بجلسة دندنة أعادت لمتابعيهما نجاح أغنية وحشني اللي كانت من أشهر الثنائيات الغنائية، ونالت سنة 2003 جائزة أفضل أغنية مشتركة بمهرجان الأغنية العربية بمصر. توقع أن يجتمع كل من أميرة والشاب جيلاني في عمل فني مجدداً بعد مشاركتهما مؤخراً مع الفنانة أسماء سليم بحملة خليك في الحوش لدعم حملة ليبيا بمواجهة مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا. في حملة خليك بالبيت أو خليك في حوشك، ونتمنى مشاهدينا تخليكم في بيوتكم وإن شاء الله أزمة وتعدي.